بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 54. وعلى آله وصحبه أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القسم والنفوس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بعد، باب القسم والنشوز، يعني في كتاب النكاح. القسم ما يجب على الزوج أن يقسم لزوجته من المبيت عندها، سواء كانت واحدة أو كان عنده أكثر من واحدة، فإن المبيت عندها واجب عليه وحق لها عليه. والنشوز هذا من قبل الزوجة، النشوز هو الامتناع من أداء حق الزوج، امتناع الزوجة من أداء حق الزوج عليها. وأصل النشوز مصدر من نشز إذا ارتفع، ومنه النشز من الأرض أي المرتفع، فإذا عصت الزوجة زوجها في حق من حقوقه فقد ارتفعت عليه فصارت ناشزاً يعني مرتفعة. والنشوز معصية، لا يجوز لها أن تنشز عن زوجها بغير حق. نعم. 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 وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم لا نعلم فيه خلافا بينهم في وجوب التسوية بين زوجاته في القسم إذا كان عنده أكثر من زوجة، فإنه يبيت عند كل واحدة ليلة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويعدل، يبيت عند كل واحدة ليلة. فإذا كنا أربع زوجات يبيت عند كل واحدة ليلة ولا يبقى له شيء، وإن كان كنا أقل من أربع فإنه يبيت عند كل واحدة ليلة، وإن بقي من الليالي شيء فارغاً فإنه له. فمثلاً لو كان عندها ثلاث زوجات يبيت عند كل واحدة ليلة، والرابعة يكون حراً فيها يبيت أين شاء، لكن لا ينفل بها أحداً من زوجات، يبيت في مكان ليس خاصاً بزوجة من زوجاته. وإذا كانت الثنتين يبيت عند كل واحدة ليلة ويبقى له ليلتان هو حر فيهما، وإذا كان عنده واحدة يبيت عند ليلة واحدة ويبقى له ثلاث ليالي يكون حرا فيها. هذا هو القسم. نعم. وقد قال سبحانه: وعاشرهن بالمعروف. عاشرهن بالمعروف، هذا أمر من الله بالعشرة بالمعروف، ومن العشرة بالمعروف القسم بين زوجاته في المبيت، القسم في المبيت. ثم لنعلم أنه ليس المقصود من المبيت، ليس المقصود الجماع، المقصود وجوده في البيت تأنس به وتزول عنها الغربة والوحشة بوجوده، حتى ولو كانت حائضاً أو نفساء أو فيها ما يمنع من الجماع يجب عليها المبيت،
أو كانت مريضة يجب عليه المبيت عندها ولو لم يكن هناك جماع لمانع شرعي كالحيض والنفاس والمرض، يجب عليه المبيت. المقصود من المبيت هو الأنس بينهما وزوال الوحشة والانفراد، هذا هو المقصود من المبيت. نعم، المؤانسة. نعم. وقد قال سبحانه: وعاشرهن بالمعروف وليس مع الليل معروف. نعم. وليس مع الليل معروف. مع الليل. مع الميل. الميل. وليس مع الميل معروف. إذا مال إلى إحدى زوجاته دون الأخرى فهذا ليس من المعروف، هذا من الجور. وقد جاء في الحديث: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، عقوبة له. نعم. وقد قال تعالى: فلا تميلوا كل الليل فتذروا ما حرم على الله. نعم، فلا تميلوا مع إحدى الزوجات كل الميل فتذروها، يعني التي ملتم عنها كالمعلقة، ليست ذات زوج وليست مطلقة، هذا حرام على الزوج أن يصنع بزوجته هكذا، لا يعطيها حقها ولا يطلقها فتكون كالمعلقة، هذا حرام. نعم. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. هكذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا. كان عنده صلى الله عليه وسلم 9 نسوة وكان يقسم بينهن ويعدل، ثم يدعو ربه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يعني أن العدل في المحبة هذا غير ما مستطاع للزوج، ما يستطيع يحب زوجاته على حد سواء. المحبة هذه بيد الله سبحانه وتعالى، والقلب بيد الله، فليس مطلوبا من الزوج أن يحب زوجاته على حد سواء لأنه لا يملك ذلك، ولكن مطلوب منه أن يعدل فيما يستطيع من المبيت والكسوة والسكنة والنفقة، هذا الذي يستطيعه. ولهذا قال: فلا تميلوا كل الميل. فالميل الذي لا يستطيعه الإنسان وهو محبة القلب هذا لا يؤاخذ عليه، ولكن لا يحمله حبه لبعض زوجاته أن يجحف معها دون الأخريات، بل يعدل بينهن، بين من يحب ومن لا يحب. إذن فالعدل على قسمين: عدل مستطاع وهذا واجب على الزوج ويأثم إذا جار فيه، وعدل غير مستطاع وهو الحب في القلب، وهذا لا يؤاخذ عليه الزوج. إذا كان يحب بعض زوجاته أكثر فهذا شيء ليس بيده ولا يستطيع. نعم. مسألة. ولا شك أن عائشة كانت أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة. وعماد القسم الليل ولا خلاف في ذلك. عماد القسم الليل، محل القسم هو الليل المبيت، أما النهار فليس فيه قسم. نعم. لأن الليل للسكن يخرج الإنسان إلى أهله. لأن الليل وقت سكن ويأوي إلى أهله فهو محل القسم، أما النهار فالإنسان يخرج لطلب الرزق والأعمال، فليس في النهار قسم وإنما القسم في الليل. نعم. والنهار للمعاش والخروج في الأشغال. قال الله سبحانه: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فلا يقال للزوج يلزمك أنك تبقى في عند الزوجة الليل والنهار يوم وليلة، يعني يترك العمل ويترك الرزق طلب الرزق
لا ما هو بصحيح. لا يجلس عندها في الليل وفي النهار يطلع للكسب وطلب الرزق والعمل. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحصل بين نسائه ليلة وليلة وفي النهار لمعاشه وقضاء حقوق الناس. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأوي في الليل إلى بيوت أزواجه كل واحدة ليلة ويبيت عندها إلى الصباح ويصلي في بيتها ويتهجد في بيتها إلى الصباح. في النهار يخرج عليه الصلاة والسلام لعمل المسلمين القضاء والفتوى والتعليم والإصلاح بين الناس والدعوة إلى الله، هذا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، والجهاد في سبيل الله. نعم. مسألة: ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرمة ليلتين، لما روى دار قطني عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا تزوج الحرمة على الأمة قسم للأمة ليلة وللحرمة ليلتين. إذا كان عنده زوجتان، واحدة حرة وواحدة مملوكة، فإنه يجعل للحرة ليلتين وللمملوكة ليلة واحدة، لأن المملوكة على النصف من الحرة. أما الحرائر فهن سواء لكل واحدة ليلة. نعم. احتج به الإمام أحمد رحمه الله. نعم. فإن كانت إحداهما كتابية فإنه يساوي بينهما في القسم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء. أما الحرة الكتابية فهي مثل الحرة المسلمة، كل واحدة ليلة، وإن كانت كتابية فهي مثل الحرة المسلمة لأنها زوجة حرة، فتساوي المسلمة في القسم. نعم. لأنه من حقوق الزوجية فأشبه النفقة والسكنى، كما أنه يساوي الكتابية بالمسلمة في النفقة والسكنى والكسوة، كذلك يساويها بها في المبيت. نعم، هذا هو العدل. مسألة: وليس عليه المساواة بينهن في الوطء، لا نعلم فيه خلافا. أما المحبة في القلب والوطء فليس عليه المساواة بينهن، لأن هذا ليس باختياره، الوطء ليس باختياره، الشهوة ليست باختياره، والمحبة ليست باختياره، فلا يكلف ما لا يطيق، إنما يكلف ما يطيق. نعم. لأن الجماع طريقه الشهوة والميل، ولا سبيل إلى التسوية في ذلك. لأن الجماع طريقه الشهوة والميل، يعني المحبة، ولا سبيل إلى التسوية في ذلك، فإن القلب يميل. وقد قال سبحانه: ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال عبيدة السلماني في الحب والجماع. فالله تعالى في أول السورة لما أباح التعدد قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وفي آخر السورة قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. ففي أول السورة أمر بالعدل، وفي وسط آخر السورة أخبر أنه لا يستطاع العدل. فهل بين الآيتين تناقض؟ لا، حاشا وكلا، ليس بين الآيتين تناقض، لأن كلام الله لا يتناقض سبحانه وتعالى. فالمراد بالعدل الواجب العدل الذي يستطيعه الزوج، وهو القسم والكسوة والسكنة والنفقة، هذا هو العدل الواجب. أما المراد بقوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا، فالمراد العدل في المحب والميل القلبي، فهذا لا يؤاخذ عليه الإنسان. إذا أحب بعض زوجاته أكثر من بعض، أو يجامعها أكثر من الباقيات بسبب الشهوة، فإنه لا يؤاخذ على ذلك، لأن هذا ليس باختياره ولا باستطاعته. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم،
فلا تميلوا كل الميل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فنعرف الجمع بين الآيتين الكريمتين، لأن بعض الجهال أو بعض المغرضين يعترض ويقول: لا يجوز تعدد الزوجات، لأن الله قال، لأن الله أوجب العدل، ثم قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا. إذن فلا يجوز الجمع بين الزوجات، لأن الجمع، لأن العدل، لأن تعدد الزوجات مبني على العدل، والعدل غير مستطاع، إذن فلا يجوز. نقول له: كذبت، أنت ما فهمت كلام الله، أو إنك مغرض. الله جل وعلا له مقصد في العدل الأول ومقصد في العدل الثاني. العدل الأول غير العدل الثاني، العدل الأول فيما يستطيعه الإنسان، أما العدل الثاني المنفي فهو ما لا يستطيعه الإنسان. نعم. وإن أمكنه التسوية بينهن في الجماع كان أحسن وأبلغ. ما في شك، إذا استطاع أنه يعدل بينهن في الجماع أنه أحسن وأبعد عن النزاع، لكن إذا ما استطاع فهو لا يؤاخذ، هو لا يؤاخذ على ذلك لأنه بغير استطاعته. نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. نعم. وهو الحب، الحب في القلب، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. مسألة: وليس لهم بداية في القسم بإحداهم، ولا السفر بها إلا بقرعة، لأن البداية بها تقويم لها والتسوية الواجبة. إذا أراد أن يقسم بين نسائه، إذا أراد أن يقسم بين نسائه يبدأ القسم، فلا يجوز له أن يعين واحدة ويبدأ بها، لأن هذا يعتبر من الحيف، فيعمل قرعة، يعمل قرعة، فالتي تخرج القرعة باسمها يبدأ بها. وكذلك إذا أراد أن يسافر فإنه لا يختار واحدة ويسافر بها، لا يختار التي يحبها ويسافر بها، ما يجوز لها، لكن يعمل قرعة، فمن خرجت لها القرعة سافر بها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. إذا أراد أن يسافر عليه الصلاة والسلام أقرع بين نسائه، فمن أصابتها القرعة سافر بها، هذا هو العدل. نعم. أما أنه يبدأ بالتي أو يسافر بالتي يحبها فهذا حيف وجب. نعم. ولأنهن متساويات في الحق فلا يمكن الجمع، وجب المصير إلى القرعة. والقرعة تعين تعين المطلوب في القسمة، وهي طريق صحيح من طرق الفرز النصيب. الناس إذا تقاسموا أرضاً أو تقاسموا سيارات أو تقاسموا ممتلكات فإنهم يفرزون بعضها عن بعض، لكن لا يقولون هذه لفلان وهذه لفلان، ما يجوز هذا، بل يعملون قرعة، يعملون قرعة بأن يكتبوا الأسماء في أوراق ويجعلونهن في محل مختلط، يخلطونهن، ثم يعطونهن واحد ما يعرف أسماءهم ولا يعرف، ويقولون: ضع هذه الأوراق على الأنصباء، فيضع كل ورقة على نصيب، فمن ظهر اسمه على شيء أخذه. هذه القرعة، وهي طريق صحيح شرعي. قد قال الله تعالى في حق يونس عليه السلام: فساهم فكان من المدحضين، يعني خرجت عليه القرعة، خرجت عليه القرعة في الركاب فألقوه في البحر، هم وضعوا القرعة من خرجت عليه يلقى في البحر، فخرجت على نبي الله ذي النون وهو يونس، فألقي في البحر عليه الصلاة والسلام بسبب القرعة التي خرجت عليه. فدل على أن القرعة طريق صحيح لتعيين المجهول وتعيين المبهم،
وتعتمد شرعا. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فمن خرجت قرعتها خرج بها معه، متفق عليه. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، ما كان يأخذ واحدة بالتعيين، بل كان يعمل قرعة، فمن خرجت لها سافر بها. نعم. فالقرعة في السفر منصوص عليها، وابتداء القسم مقيس عليه. نعم. مسألة: وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائبها. نعم. نعم، للمرأة أن تهب ليلتها لبعض ضرائرها، لأنه حق لها. فإذا قالت: أنا ما لي رغبة في ليلتي، أنا أعطيها فلانة، فإنها تصح الهبة، فيبيت عند فلانة ليلتها وليلة الواهبة، كما فعلت سودة أم المؤمنين. سودة بنت زمعة أم المؤمنين كبرت سنها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها بسبب كبر سنها، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيها في عصمته وأن تهب ليلتها لعائشة، فقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فأنزل الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. فاصطلحت أم المؤمنين سودة مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن تبقى في عصمته، لأنها تريد شرف أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتموت وهي زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي مقابل ذلك تسمح عن ليلتها لعائشة. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هذا من باب الصلح، والصلح جائز بين الزوجين. نعم. أما أنه يقول: لا، لازم تهبين ليلة لفلانة ويجبرها على ذلك، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، هذا ظلم. لكن هي إذا طابت نفسها ووهبت ليلتها لفلانة عن طيب نفس، أو أراد زوجها أن يطلقها وقالت له: لا، لا تطلقني، ولكن أنا أهب زوج ليلتي لفلانة على أن تبقيني، هذا من باب الصلح، هذا من باب الصلح، والصلح جائز بين المسلمين، فهي لها مصلحة من البقاء، والزوج يكون له مصلحة في أنها وهبت ليلتها لضرتها. نعم. وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائبها بإذن زوجها أو لا، فيجعله من شاء منهم. نعم. لأن أو تقول له: ليلتي أنا أرغب عنها، وأنت أعطه من تشاء من زوجاتك، لها ذلك. نعم. إما أن تعين وتقول: ليلتي لفلانة، أو تقول للزوج: أنت اختر من تشاء وعطها ليلتي، وأنا سامحة بذلك. نعم. لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه. نعم. فإذا رضي جاز، لأن الحق لا يخرج عنهما. نعم. وقد روت عائشة رضي الله عنها أن سودة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. نعم. مسألة: وإذا عرس عند بكر وقام عندها سبعا ثم دار، إذا تزوج زواج جديد وعنده زوجات قديمات، تزوج زواجا جديدا وعنده زوجات قديمات، فإن الشارع أعطاه إن كان الزوجة الجديدة بكرا أن يبيت عندها سبع ليال متواليات، ثم بعد السبع يقسم بين زوجاته، وتكون هذه الجديدة مثلهن للسوية.
وإن كانت الزوجة الجديدة ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم دار بين زوجاته. نعم. وإذا عرس عند ثيب أقام عندها ثلاثا. نعم، ثلاث ليالي متواليات لأجل إنها جديدة والزوجة كله رغبة في الجديدة، فأعطاه الشارع إن كانت بكرا سبعا وإن كانت ثيبا ثلاثا، يبيت عندها متوالية، وليس لزوجاته الأخر حق في هذه الليالي، مستثنيات من أجل الزواج الجديد، كأنها ضيافة وفرصة أيضا للعشرة بين الزوجين الجديدين، أن هذا مما يسبب الوفاق بينهما، فسمح له الشارع بهذه الليالي سبع إن كانت بكرا وثلاثا إن كانت ثيبا، فثم بعد ذلك يقسم بينهن بالسوية. نعم. وذلك لما روى أبو قلابة نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبع وقسم. نعم. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. إذا قال الصحابي من السنة كذا فهذا له حكم الرفع، لأنه لا يراد بالسنة إلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا له حكم المرفوع. نعم. وإذا أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل ثم قضاهن في البواقي. ما لها إلا ثلاث، لكن لو رغبت أنه يجعل له سبع يعطيها سبع زيادة أربع ليال، لكن يعوض الباقيات عن الزيادة، يعوض الباقيات عن الزيادة، فيبيت عند الثيب ثلاثا هذا حق لها، وأربعا هذه من أجل طلبها، ولكن يعوض زوجاته الأخرى عن الأربع هذه. نعم. لما روى عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة قام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك هوى، إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك لنسائي. رواه مسلم. وفي لفظ: إن شئت فلقت ثم درت. وفي لفظ: إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك. هذا هو الدليل على أنه لو سبع للثيب فإنه يقضي للبواقي ما زاد على الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مع أم سلمة رضي الله عنها لما تزوجها، ثلاثا هذا حقها، وأربع هذه تكرمة، ولكن يقضي للبواقي عن الأربع الزائدة. نعم. ويستحب التستر عند الجماع، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم إلى أهله فليستتر ولا ينكشف انكشاف العير أو كما قال العير أو كما قال. نعم، يجب تستر عند الجماع بأن يكون عليه ثياب وعليها ثياب ولا يكونان عاريين حال الجماع، لأن هذا تشبه بالبهائم وهو مكروه، فيكون كل من الزوجين عليه ثيابه حالة الجماع لئلا يكونان كالعيرين يعني كالحمارين، والتشبه بالبهائم محرم. نعم. ويستحب أن يقول عند الجماع ما روى ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. آداب الجماع: أولا التستر، وهذا عرفناه، ثانيا أن يقول عند بداية الجماع بسم الله،
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإذا قال ذلك وقدر بينهما مولود فإنه لا يضره الشيطان. فهذا الذكر يقال عند الجماع لمصلحة الزوجين ولمصلحة المولود إذا قدر بينهما. نعم. فصل. وإذا خافت المرأة من زوجها نشوزاً أو إعراضاً بمرض أو كبر فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عائشة. إذا خافت المرأة أن زوجها يطلقها بسبب مرضها أو بسبب كبر سنها فلها أن تتنازل عن بعض حقوقها عليه من أجل أن يبقيها، وهذا من الصلح الجائز كما فعلت سودة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، فلها أن تتنازل عن بعض حقوقها وللزوج أن يقبل أو لا يقبله بالخيار، لكن إن قبل فلا لوم عليه في ذلك. نعم. روت عائشة رضي الله عنها أن سودة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. وسودة هي سودة بنت زمعة من أكبر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد وفاة خديجة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بعد وفاة خديجة، فهي أكبر نساء النبي صلى الله عليه وسلم الموجودات حال حياته. نعم. ولقوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. نعم. الآية. مسألة. وإن خاف الرجل نشوز امرأته بأن تظهر منها. إذا خاف الزوج نشوز امرأته يعني معصيتها له تكبرها عليه فإنه يعالجها بالخطوات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ثلاث مراحل. أولا الموعظة، يخوفها بالله عز وجل ويبين الوعيد الوارد في حق المرأة إذا عصت زوجها وبات زوجها غضبان عليها أنها تلعنها الملائكة حتى تصبح أو يلعنها من في السماء حتى تصبح، خوفها بالله عز وجل. فإن أثرت فيها الموعظة الحمد لله، وإلا فإنه يهجرها بمعنى أنه يترك مكالمتها لا يكلمها هجرا لها حتى تترك النشوز. واهجروهن في المضاجع، فيبيت معها في المضجع لكن لا يكلمها، أو أنه يترك مضاجعتها أيضا. أهجرهن في المضاجع، فإذا لم يجد الهجر فله أن يضربها ضربا غير مبرح، يضربها ضربا غير مبرح تأديبا لها. نعم. مسألة. وإيقاف الرجل نشوز امرأته بأن تظهر منها أمارات النشوز لأن لا تجيبه بالاستمتاع أو تجيبه متبرمة متكفها، فإنه يعظها ويخوفها الله سبحانه ويذكر لها ما أوجب الله له عليها من الحق والطاعة. نعم. وما يلحقها بذلك من الإثم وما يسقط عنها من النفقة والكسوة وما يباح له من ضربها، فهجرها لقوله سبحانه واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، فإن أصرت وأظهرت النشوز والامتناع من فراشه فله أن يحجرها في المضجع ما شاء لقوله سبحانه واهجروهن في المضاجع، فإن أصرت فله أن يضربها ضربا أو
فله أن يضربها ضربا غير مجرح، يعني غير مؤلم، ضربا غير مؤلم يشق العظم، يشق الجلد أو يكسر العظم، هذا المبرح. المبرح هو الذي يشق الجلد أو يكسر العظم، ولكنه يكون ضربا دون ذلك، يؤلمها ولكن لا يضرها ويؤثر في جسمها. نعم. بقوله سبحانه وضربوهن، فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. نعم. إذا تطور الشقاق زاد عن ما نفع فيها لا الموعظة ولا الهجر ولا الضرب، واستمرت على النشوز، فإنه يشكل حكمان، واحد من قبل الزوج وواحد من قبل الزوجة، من قبل أهل الزوجة، فينظران في المشكلة ويقدمان الحل فيها، إما بصلح وإما بفراق وطلاق. نعم. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نعم. فيشكل حكمان، واحد من قبل الزوج وواحد من قبل أهل الزوجة، فينظران في المشكلة وأسبابها والحلول لها، فما توصل إليه فإنه يعمل به من صلح أو فراق بينهما. واختلف العلماء هل الحكمان ملزمان ولا هو من باب المشورة. نعم. فإن خيف الشقاق بينهما، يعني علم، بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها. واللي يشكل الحكمين هو القاضي، اللي يشكل الحكمين هو القاضي. نعم. يختارهما مأمورين يجمعان إن رأيا أو مفرقان، فما فعل من ذلك لزمهما. إذن هما حكمان، ما توصل إليه يلزم العمل به لأنهما حكمان. نعم. وذلك أن الزوجين إذا خرجا إلى الشقاق والعداوة بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين، والأولى أن يكونا من أهلهما برضاهما وتوكيلهما. لأن الحكمين إذا كان من أهله ومن أهلها فهم أشفق وأحرص على المصلحة. نعم. يكشفان عن حالهما ويفعلان ما يرانه من جمع بينهما أو تفريق بطلاق أو خلع. نعم. فما فعلان من ذلك لزمهما، والأصل فيه قوله سبحانه وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. نعم. أصل. واختلفت الرواية عن أحمد في الحكمين، فعنه أنهما وكيلان لا يملكان التفريق إلا بإذنهما، لأن الجمع حقه والمال حق المرأة وهما رشيدان، فلا يتصرف غيرهما لهما إلا بوكالة منهما أو ولاية عليهما فكانا وكيلين. وعنه هما حكمان ولهما أن يفعلا ما يريان. وثمرت الخلاف إذا قلنا إنهما وكيلان فلا يلزم ما توصل إليه، وإنما يرجع إلى اختيار الزوجين. وإذا قلنا إنهما حكمان فإنه يلزم ما توصل إليه. نعم. وعنه هما حكمان ولهما أن يفعلا ما يريان من جمع وتفريق بعمر وغيره، وهذا هو الأقرب والله أعلم. نعم. لا يحتاجان إلى توكيل الزوجين ولا رضاهما. روي ذلك عن علي وابن عباس، لأن الله سبحانه سماهما حكمين ولا يعتبرهما الزوجين. الله سماهما حكمين ولم يسمهما وكيلين، دل على أن قولهما ملزم. نعم. ثم قال يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نعم. فخاطب الحكمين بذلك. هذا حث للحكمين على إحسان النية، يريد إصلاح، هذا حث للحكمين
على إصلاح النية والعدل وعدم الحيف أو الميل مع أحدهما. نعم. ولا يمنع أن تثبت الولاية على الرشيد عند امتناعه من أداء الحق، فما يقضى الدين من ماله إذا امتنع، ويقلق الحاكم على المولي إذا امتنع. المولي. المولي إذا امتنع. نعم، والحاكم يقوم مقام الممتنع في كثير من المسائل، وهذه منها، هذه منها. فالحاكم يبيع من مال المفلس، من مال المماطل، الحاكم يبيع من مال المماطل ويسدد ما عليه من الديون. والحاكم أيضا يتولى تزويج المرأة التي عضلها وليها، إذا عضلها وليها فالحاكم يتدخل ويزوجها ويقوم مقام الولي دفعا للضرر. والحاكم يقوم مقام المولي كما سبق في الطلاق بعد تمام 4 أشهر وامتناعه من الفيئة. وكذلك الحاكم هنا في قضية الحكمين. نعم، وهذا هو الصحيح. نعم. الخلع معناه أن تبذل الزوجة، إذا الزوجة كرهت زوجها، كرهت خلقه أو خلقه وأنفت من البقاء معه، فلها أن تبذل من مالها ما تدفعه للزوج من أجل أن يطلقها، وللزوج أن يقبل. وهذا المال الذي بذلته حلال له. قال تعالى: ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خافا ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فلها أن تفتدي نفسها بالمال، ولزوجها أن يقبل ويأخذ هذا المال. ولأن جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول كانت مع ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، فكرهت البقاء معه ورفعت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليها الرسول صلى الله عليه وسلم البقاء مع ثابت رضي الله عنه، ولكنها أبت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تدفعين له الحديقة؟ لأنه كان أعطاها حديقة. قالت: نعم وأزيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فدل على مشروعية الخلع إذا استدعى الأمر ذلك، وأنه جائز، وأنه حلال للزوج أن يقبله إذا لم يكن عضلها من أجل أن تفتدي. أما إذا كان الزوج أبى أن يطلقها وهو لا يريدها ولا يرغبها، ولكن يريد أن تعطيه المال، فهذا حرام عليه. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، هذا حرام. أما إذا كان الزوج يريدها ويرغبها لكنها هي اللي ما تريده، فله أن يقبل ما تعطيه ويطلقها، ويسمى هذا بالخلع. هذا جائز إذا كان الكراهية من قبلها هي، والزوج راغب فيها ويريدها، كحالة ثابت رضي الله عنه، إنه كان يرغب في بقاء جميلة معه، ولكن هي التي كرهته. فإذا كانت الكراهية من قبلها جاز للزوج أن يأخذ ما تبذله له من المال، سواء كان بقدر الذي دفع إليها أو أكثر، لقوله تعالى: فيما افتدت به. وهذا مطلق. أما إذا كان هو الذي كرهها ولا يريدها، ولكنه أمسكها من أجل أن تفتدي، فهذا حرام عليه، ولا يجوز له أن يأخذ شيئا مما أعطاها، بل يجب عليه أن يطلقها بدون شيء ما دام ليس له رغبة فيها. وهذا عضل، والعضل كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
تراضيا عليه. نعم، بما تراضيا عليه من غير حد، قليلا كان أو كثيرا. نعم. لقوله سبحانه: فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم. وروى البخاري قال: نعم. جاءت امرأة ثابت بن قيس. نعم، ابن. جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله. وثابت بن قيس هذا من أفاضل الصحابة، وهو من أهل الجنة، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أفاضل الصحابة. ولكن هذه المرأة كرهته، أن الله ما جعل في قلبها محبة له مع فضله رضي الله عنه. ويقال إنه رضي الله عنه كان رجلا دميما في خلقته، كان في خلقته دميما، فلذلك كرهته. نعم. فالرسول عرض عليها البقاء، ولما لم تقبل فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها الخلع فقبلت. نعم. فقالت: يا رسول الله، ما أقبل على ثابت في دين ولا خلق، إني لأن دينه رضي الله عنه دين عظيم، وخلقه أيضا خلق كريم، إنما تنقم عليه دمامة خلقته ومنظره رضي الله عنه. نعم. إلا أني أخاف الكفر في الإسلام. فقال رسول الله يعني من كراهيته، يعني تخاف الكفر في الإسلام يعني من كراهيتها له. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فردت عليه وأمره فارقها. نعم. مسألة. فهذا دليل من السنة مع الدليل من القرآن. القرآن فيه: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا دليل على الخلع من القرآن. والدليل من السنة قصة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه مع زوجته. نعم. مسألة: ويستحب أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها. يجوز أن يأخذ ما أعطته قل أو كثر، لكن الأفضل أن يأخذ قدر ما أعطاها، هذا هو الأفضل، ولا يزيد عليه. نعم. نعم. فإن فعل كره وصح. كره وصح. نعم. روي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس. إذا نظرنا إلى الآية: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، دلت على الجواز مطلقا، وأنه يجوز أن يأخذ ما افتدت به قليلاً كان أو كثيراً. وإذا نظرنا إلى قصة ثابت، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها الحديقة التي دفعها إليها، دل هذا على أنه لا يزيد على ما أعطاها، فيجمع بين الأمرين بأن أخذ ما زاد جائز، ولكنه مكروه، كراهية تنزيه لا تحريم. نعم. فإن فعل كلها صح. روي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس بقوله سبحانه: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ومن العلماء من يرى أنه ما يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها، منهم من يرى هذا، ولكن الصحيح الجواز مع الكراهة. نعم. وقالت الربيع بنت معوذ: اقتنعت من زوجي بما دون عفاص رأسي فأذن. وقالت الربيع بنت معوذ: اقتنعت من زوجي بما دون عفاص رأسي. عقاص. بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك علي، عثمان بن عفان. يعني معناه أنها أعطته كل شيء، إلا عقاص رأسها، وهو الذي تجمع به رأسها، المشرط أو الشريط الذي تجمع به رأسها، ولا الباقي كله أخذه، فأجازه عثمان رضي الله عنه، دل على أنه يجوز يأخذ ما زاد على ما أعطاها. نعم. ومثل هذا يشتهر فيكون إجماعا. إذا كان هذا قضى عثمان رضي الله عنه، هو الخليفة الراشد، فيكون دليلا. نعم.
إذا ثبت هذا فإنه إذا فعل جاز، فإنه إذا فعل جاز مع الكراهة. نعم، مع الكراهة لقوله خذها، يعني خذ الحديقة ولا تزدد. نعم، لأنه في حديث جميلة. نعم، لأنه روي في حديث جميلة فأمره أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. ولا يزداد، إيه نعم، هذا نهي، النهي يفيد الكراهة، كراهة التنزيه. نعم، وروي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يأخذ من المقتنعة أكثر مما أعطاها. نعم، فيجمع بين الآية والخبر فنقول الآية دلت على الجواز والنهي عن الزيادة في الخبر من كراهة، كراهة التنزيه. نعم، مسألة فإذا خالعها أو طلقها بعوض بانت منه. إذا خالعها وقبل العوض وفسخها بانت منه بينونة صغرى، ليس له عليها رجعة، لكن لو رغب فيها ورغبت فيه فإنهما يعودان بعقد جديد، هذه البينونة الصغرى. وكذلك لو طلقها على عوض فإنها تبين منه بينونة صغرى، ولو كانت طلقة واحدة تبين منه بينونة صغرى، بمعنى أنه ليس له عليها رجعة في العدة. فإن رغب بعضهما في الآخر تراجع بعقد جديد ونكاح جديد، هذا معنى البينونة الصغرى، أنه لا رجعة فيها ويجوز أن يتزوجها بعقد جديد. نعم، ولا يحتاج إلى زوج آخر، إنما هذا في البينونة الكبرى. نعم، فإذا خالعها أو طلقها بعوض بانت منه فلم يلحقها طلاقه بعد ذلك. لو طلقها وهي في العدة نقول طلاقك ما له محل لأنه باين، وكذلك لو أراد يراجعها قلنا ما لك عليها رجعة لأنه باين. نعم، فلم يلحقها طلاقه بعد ذلك وإن واجهها به لأنها أجنبية. نعم، فإذا قال الرجل لزوجته خالعتك أو فاديتك أو فسخت نكاحك أو طلقها على عوض بذلته له ورضي به فقال بانت منه وملكت نفسها بذلك. نعم، ولو أراد ارتجاعها لم يكن له ذلك إلا بنكاح جديد. نعم، ولو طلقها لم يقع بها طلاقه ولو واجهها به في العدة. نعم، ولو كان في العدة لأنها باين والباين لا يلحقها طلاق. نعم، وهو قول ابن عباس وابن الزبير ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما فكان نعم، ولأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول والمنقضية عدتها. نعم، ولأنه لا يملك جرعها فلم يملك طلاقها. لم هذه جازمة. نعم، ولأنه لا يملك جرعها فلم يملك طلاقها كالأجنبية. نعم، ولا فرق بين أن يواجهها فيقول أنت طالق أو لا يواجهها فيقول فلانة طالق، سواء كانت في العدة أو قد خرجت منها. نعم، مسألة ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا. يكفي نعم. فضيلة الشيخ، من صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه دخل على إحدى زوجاته ليلة الدخلة فقالت ليلة الدخلة فقالت أي الدخلة هذه عند العوام. نعم، نعم نعم، ورد هذا في عمرة الجونية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ف
أو هي غير عمرة الجونية. المهم أن تزوج صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت لها: النساء إذا دخل عليك فقولي أعوذ بالله منك فإنه سيرغب فيك. خديعة، قلنا لها خديعة. فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تعوذت منه، وكان هذا بخديعة من النساء. نعم نعم. ما حق الزوج الذي لم يعرف القسم بين زوجاته ومر على ذلك مدة طويلة من الزمن، وهل يأثم بسبب ذلك، وماذا يجب عليه؟ نعم، لا شك أنه يأثم، لأن هذه حقوق مخلوقين تعلقة بذمته، فعليه أنه يستسمح زوجاته، يطلب منهن المسامحة والعفو، وإذا سمحنا فإنه يعفو الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو الراجح لدى فضيلتكم في الهجر؟ هل هو الهجر في الكلام أو المرجع أو شامل لهما؟ ظاهر الآية اهجروهن في المضاجع يحتمل أنه الهجر في الكلام وأنه الهجر في النوم معها. ظاهر والله أعلم أنه شامل، يلزم أنه إذا ما نام معها أنه ما هو مكلمها، يلزم من ترك فراشها أنه لا يكلمه، لكن قد ينام معها ولا يكلمها، وهذا أشد عليها. إذا نام معها ولا كلمها هذا أشد عليها من ما إذا اعتزل. نعم. فضيلة الشيخ، إذا اشترط الزوج على زوجته الثانية أن يكون قسمها في النهار فقط دون الليل، إذا اصطلح على هذا أخاله، لكن هو بالنهار ما هو مشتغل، هو مشتغل بالنهار، ما حد بيعطل الأسباب ويقعد بالنهار والليل إلا إذا كان له عمل بالليل. ممكن هذا أنه له عمل بالليل وبالنهار يصير في إجازة وراحة مثل بعض الجنود وبعض الحراس، يمكن هذا، فيكون الليل النهار يقوم مقام الليل. نعم. هل يصح أن تكون العصمة في يد المرأة مع التفصيل؟ إذا وكلها وقال طلقي نفسك، فلها أن تطلق نفسها نيابة عنه لأنه وكلها في ذلك. أما الأصل العصمة أنها بيد الزوج، لكن إذا وكلها جاز ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، قلتم أنه إذا كان له اثنتان أو ثلاث الليالي الباقية يتصرف فيها حسب ما يريد، فهل يجوز أن يجعل الليالي الباقية في واحدة منهن؟ لا، ما يجعل واحدة منهن زيادة على ليلتها. نعم. فضيلة الشيخ، القرعة في أمر يونس عليه السلام، أليس ذلك إلقاء بالنفس لم تحدث له، فكيف جاز؟ هذا في شريعتهم، وذلك أنها اضطربت السفينة وقالوا لا بد معكم واحد مرتكب ذنب، ولا يدرون منه هل عليه الذنب هذا، فوضعوا القرعة فخرجت على يونس فألقي في البحر، لأنه عليه السلام غاضب وهرب من قومه لما أبوا أن يستجيبوا له، لم يصبر وفر غاضبا، فالله عز وجل أراد أن يعاقبه، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا تاب إلى الله، فتاب الله عليه، وذلك لأنه لم يصبر، لما عصاه قومه لم يصبر، غضب وهرب وركب في البحر، فالله جل وعلا أراد أن يريه عقوبة ما فعل، فوقعت عليه القرعة فألقي في البحر، والتقمه الحوت على طول، التقمه الحوت وصار في بطن الحوت، ولكنه تاب إلى الله ورجع إلى الله
فاستجاب الله له وأنقذه من الهلاك ومن بطن الحوت، وهذا مذكور في القرآن. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان الرجل أكثر من زوجة وأعطى كل واحدة من كل نفقة واجبة، فهل له أن يخص إحداهن بشيء زائد عن الواجب؟ نعم نعم. فهل له أن يخص إذا إيش؟ إذا كان هذا الرجل أكثر من زوجة وأعطى كل واحدة من كل النفقة الواجبة، فهل له أن يخص إحداهن بشيء زائد عن الواجب دون الأخرى؟ إذا أعطاهن كل واحدة ما تحتاجه من النفقة فله أن يعطي زيادة لمن شاء، لأن هذا أعطى منحة منه وليس هو نقصا في حق الأخريات، لأنه أعطى كل واحدة ما تحتاج له، خصوصا إذا كانت الزوجات ليست على حد سواء، هذه بنت أغنياء أو بنت ناس لهم جاه ولهم، فهي تحتاج إلى زيادة فلوس، عليها التزامات، لا لا بس بذلك، إذا أعطى كل واحدة ما يكفيها فله أن يزود الأخريات أو الأخرى بما شاء، خصوصا إذا كانت تحتاج إلى هذا. ما في شك إن بنت الأغنياء وبنت الرؤساء ما هي مثل المرأة العادية، البنت الرؤساء والأغنياء يكون عليها التزامات أكثر من غيرها. المهم أن هذا فضله، فضله زيادة، وإن كان الأحسن، الأحسن أنه ما يفعل هذا لأنه يثير عليه شر ويثير عليه غضب من الباقيات، لكن من حيث الجواز هو جائز ليس حراما عليه. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم أنه يقسم بين نسائه في المبيت بالقرعة، البداءة ما هو بالقسم، البداءة إذا أراد أن يبدأ القسم يكون بالقرعة. نعم. فضيلة الشيخ، تعلمون أن الرجل المتزوج، فضيلة الشيخ تعلمون أن الرجل المتزوج بأكثر من الله تزوج القرعة وعلى السفر بين نسائه، وفي هذه العصور تطورت وسائل المواصلات، فبإمكان الرجل أن يسافر ويرجع إلى بلده في يوم واحد، كأن يسافر بإحدى نسائه في يومها من بداية اليوم ويرجع في نهاية اليوم، والسؤال هو هل يلزمه والحالة هذه أن يقرع بين نسائه أم لا؟ نعم، يقرع بينهن ولو كان بيرجع بيوم، هذا ظاهر الأدلة، لأن السفر بها ميزة، ميزة سافر معه لمكة ولا المدينة ولو بيوم واحد، يصير عند الباقيات نوع من الحساسية، فالسفر بها ميزة لا بد من القرعة. نعم. فضيلة الشيخ، هل الرجل إذا جامع أهله وهو على ريان حرام الفور؟ إذا إيه؟ إذا جامع أهله وهو على ريان حرام الفور مكروه؟ مكروه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، هل صحيح أن الشيطان يجامع المرأة إذا لم يستعيذ الرجل إلا أن الشيطان وغيره؟ ما أعلم هذا، ولكن يضر المولود، يؤثر على المولود، لأن الحديث فيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن قدر بينهما مولود فإنه لا يضره الشيطان. فالمحذور إذا ترك التسمية أن الشيطان يضر المولود، أما أنه يجامع معه الله أعلم، ما أدري. نعم. فضيلة الشيخ، من قرض المرجع وغيره من كتب الحنابلة قيدوا الحجر في الكلام بثلاثة أيام، واستدلوا بحديث لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة، هل هذا الاستدلال في هذا الموضع صحيح؟ يكون
الحديث والله أعلم مقيد. نعم، الهجر إن كان من أجل الدين فهو لا يتقيد ثلاثة أيام. الرسول صلى الله عليه وسلم هجر 40 ليلة في حق الثلاثة الذين خلفوا. إذا كان الهجر من أجل أمر ديني فيهجر بقدر ما يحصل المقصود ولو زاد على 3 أيام. أما إذا كان الهجر من أجل أمر دنيوي لا من أجل أمر ديني فهو لا يزيد على 3 أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3. هذا إذا كان من أجل أمور الدنيا. نعم، ينتقل إلى الضرب. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان القسم فقط في المبيت فهل الزوج قيده في النهار إلى أي زوجة من زوجاته؟ لا، يذهب إلى أعماله وإلى أشغاله، ولكن إذا كان له حاجة في بيوت إحدى زوجاته يدخل ويأخذ حاجته، ما في مانع. أما أنه يدخل وينام معها ويجلس معها ويعاشرها، لا، ما يجوز، لأنه يثير عليه فتنة شر. نعم. قضية الشيخ، هل الخلع طلاق وإن طلقها هل يمكن أن يراجعها في العدة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. قيل إن الخلع فسخ وليس طلاقا فلا ينقص به عدد الطلاق، وقيل إنه طلاق فينقص به عدد الطلاق، والصحيح أنه فسخ وليس بطلاق، لأن الله تعالى قال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترض. هذا هو الخلع. ثم قال بعده: فإن طلقها فلا تحل له من بعد، يعني الطلقة الثالثة. فدل على أن الخلع ليس طلاقا، لأنه لو كان طلاقا لصار طلقة ثالثة، وصار قوله: فإن طلقها طلقة رابعة، وهذا ما يتأتى. دل على أن الخلع ليس بطلاق وإنما هو فسخ ولا ينقص به عدد الطلاق. نعم، وهذا ما استنبطه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من الآية. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو رابط العدل في النفقة والكسوة والمسكن؟ هل المراد عين المساواة أو التسوية والمفارقة؟ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المراد بالعدل بالمسكن والنفقة والكسوة أن يعطي كل واحدة ما يكفيها، أن يعطي كل واحدة ما يكفيها نفقة وكسوة ومسكنا، وذلك كما تقدم: إن كان غنيين فنفقة الغنيين، وإن كان فقيرين أو أحدهما فقير والآخر غني فما بين نفقة المتوسط، بين نفقة الفقيرين ونفقة الغنيين. نعم. فضيلة الشيخ، إذا طلبت المرأة أن تفارق زوجها بسبب أنه يلين خلقه مع علمها بذلك قبل الزواج منه، فهل يكفر الزوج بفراقها؟ إذا رضي. لا، والخلع ما يجبر عليه الزوج، ما يجبر عليه، لكن إذا قبل ما يخالف، إذا قبلها لا ما يخالف. الخلع إنما هو بالتراضي والاختيار، ما هو بالزامي. نعم. الحاكم ما يلزمه شيخ؟ لا، ما يلزمه الحاكم، الخلع هو من باب التراضي. نعم. إذا خير الزوج زوجته بالتنازل عن يومها وإلا طلقها فتنازلت أخرى خوفا أن يطلقها، فهل يأثم الزوج بهذا الفعل؟ نعم، يأثم بهذا إذا كانت ليس هناك مبرر، لا كبر سن ولا مرض، لا كبر سن في الزوجة ولا مرض، فلا يجوز له أن يهددها بالطلاق ولا تسمح له بحقها، ما دامت أنها صالحة للاستمتاع، إذا كان ماله رغبة فيها يطلقها يريحها. نعم، وإن كان له رغبة فيها يعطيها حقها. نعم. فضيلة الشيخ،
كيف يبدأ القسم بعد انتهاء السبع ليالي التي أقامها عند الفكر؟ هل يقول بالقرعة أم يبدأ بما كان الحق لها قبل زواجه بالفكر؟ هذه يكون البداء بمن وقف عليها القسم، لمن وقفت عليها النوبة قبل الزواج. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو تفسير الحديث لم يضربه الشيطان أبدا؟ على ظاهره أن الشيطان لا يستطيع أن يضره في دينه ولا في عقله، لا يضره بشيء، لأن الله حماه باسمه. إذا قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، حفظه الله وحماه من الشيطان، فلا يضر في دينه ولا في عقله. نعم. فضيلة الشيخ، الدعاء الذي يقال عند الجماع أين موضعه؟ هل قبل الجماع أو عند البداءة؟ عند البداءة. نعم. فضيلة الشيخ، إذا طلق الزوج زوجته أو ماتت، هل له أن يسلم على أم زوجته بعد ذلك؟ نعم، هو محرم لها مؤبد، يكون محرما لأم زوجته تحريما مؤبدا. نعم. فضيلة الشيخ، إذا تزوج رجل زوجة ثانية فهل يلزم عليه العدد في مقدار مهر الثانية؟ يلزم عليه العدد في مقدار مهر الثانية. مهر؟ لا، يعني إذا دفع مهر لزوجته الجديدة يعطي امرته الأولى مثل ما دفع للثانية؟ لا، ما يعطيها، ما يلزمه، بغى يعطيها تبرع منه ما في معنى، أما أنه يلزمه لا. نعم. وهل يلزم أن يساوي بينهما في شراء الأثاث؟ لا، ولا يلزم. نعم، لعله يكفي. فضيلة الشيخ،